خمس حي البحر المحاصر، آثار الدمار الذي خلفه الصاروخ ليلة أمس الذي استشهد أكثر من 5 شهداء في هذه الأبنية المدمرة. بسم الله ونعم الوكيل، بسم الله ونعم الوكيل. الله أكبر عليك يا بشار. في صوت في؟ هذه الحرائق التي خلفها الصاروخ منازل مدنية. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الدمار واحد واحد 2015 5 يبار المحاصر.